صدقتني ووثقت بي، ورغم عداوتي السابقة لك أخذتني إلى جانبك. أنا ممتن لك سيد أرطغرل. كل شيء بقي في الماضي يا أحمد، أصبحت نظيفا الآن كهذا الماء المتدفق. في الحقيقة لو لم أعاديك، ولو لم أهزم أمامك، ولو لم أقع في أسرك، لم أكن لأصل إلى هنا. الشيء الذي ظننته هزيمة كان نصرا كبيرا بالنسبة لي. إن كنت وسيلة لوصولك للهداية بقدر ذرة، فأنا أحمد الله وأشكره. يكفيني اللطف الذي أظهرته لي، ثم إن الحلم الذي رأيته قد أثر بي. خيرا، ما هذا الحلم؟ رأيت نفسي نائما في الزنزانة، وصوت ما يطلب مني أن أستيقظ. فتحت عيني ونظرت فوجدت الباب مفتوحا، فقمت وخرجت ومشيت، وبعدها وصلت إلى غرفة يوجد بها مسلم كبير في السن ذو لحية كثيفة. تعال اجلس هنا. أشار لي طالبا مني أن أجلس، وبعدها أعطاني وعاء من الماء. وسألته لماذا أعطيتني هذا الماء، فقال لي: الماء رحمة، الماء بركة، وهو الذي ينبت البذور التي في القلب أيضا. البذور التي في قلبي تعفنت. أنا وحيد، الكل تركني، رجل مهزوم. ما أضعته هو قلعة، وهي مكان فقط، لكن أثمن كنز لدى الإنسان هو قلبه وروحه. المهزوم الحقيقي هو من يضيع قلبه وروحه، ومن تركوك هم أهل الظلم. أما قلبك فهو مليء بالنور. وأخبرني أن الله سيساعدني وسيرحمني برحمته. عندما استيقظت كانت عيوني مليئة بالدموع، وحدث كما قال لي، وأنعم الله علي بصديق حقيقي وإيمان حقيقي. معاون السلطان عزيز. أهلا بك عزيز، تعال، لقد اصطدنا طيرا، لنأكل معا. سيد أرطغرل، بأمر من سلطاننا جئنا لاعتقالك. يا أبطال، إن قاومتمونا سنجبر على قتلكم. We'll be right back.
عبد الرحمن، انزلوا سيوفكم. سيدي، لا يليق بنا معارضة أوامر سلطاننا عبد الرحمن. اربطوهم جميعا وانزعوا منهم سيوفهم. لماذا طلب سلطاننا منك هذا يا عزيز؟ ستعرف التفاصيل عندما تقابل سلطاننا سيد أرطغرل. ستكون يديك مقيدة إلى أن تصل إلى السلطان. نحن لم نفعل شيئا نستحق عليه هذا. أنت مخطئ عزيز. سيد أرطغرل، أنا أقوم بوظيفتي. هيا